قمة الإثارة عندما يتورط ألفين في مشكلة، قمة الذكاء عندما يبتكر سايمون حلا للمشكلة. لدينا لغز ينتظر الحل يا كونان. هذا صحيح شارلوك هولمز. قمة البراءة عندما يحاول تيودور حل المشكلة. حسنا سأخبركما. قمة الصبر عندما يغرق ديب في المشكلة. ألا ترى أنك تبالغ في الأمر كثيرا؟ قمة الضحك عندما تنضمون إلى ألفين وأصدقائه في حلقات جديدة. ألفين والسناجب، تابعوهم على الشاشة ليملأوا حياتكم بشاشة. ألفين أند تشيبمونكس، حلقات جديدة في الأوقات التالية على كوميديا.